أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية الخاصة التي نخصصها للحديث حول موضوع الساعة، القضية الفلسطينية على هامش القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر والأردن وفلسطين في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم البحث والنقاش في مجمل القضية وبعض القضايا الأخرى التفصيلية المرتبطة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة قمة ثلاثية جمعته بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية. وقد أكد السيسي والعاهل الأردني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، فضلا عن تأمين الحماية الدولية وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الحين والآخر، وكذلك التطورات المؤسفة الحادثة أيضا في مدينة القدس المحتلة. وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة جاءت هذه القمة وبيانها الختامي للتأكيد على مجموعة من الثوابت ترتبط بدعم القضية الفلسطينية في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب. دعونا بداية نتابع هذا التقرير ثم بعده نبدأ النقاش. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهدت مدينة العلمين الجديدة انعقاد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك تضمن تأكيد القادة للأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. وعقب نهاية المباحثات حرص السيد الرئيس على توديع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس من مطار العلمين الدولي. بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم للترحيب بضيفي وضيفكم دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين. كلما التقيناك دعني أؤكد أننا دائما نسعد بوجود حضرتك معنا وبهذه اللقاءات الثرية في النقاش وما تقدمه من معلومات حول الموضوعات
التي نناقشها مع حضرتك. فأهلا بك دائما جزيلا. ضيفا كريما معنا هنا في النيل الأخضر. شكرا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. أبدأ معك في قراءتك لهذه القمة، هل هي قمة روتينية عادية أم أنه القمة تأتي في ظل بعض المتغيرات تدفعنا لطرح بعض التساؤلات أو علامات استفهام تبحث عن إجابات مرتبطة بانعقاد القمة؟ أنا في تقديري هذه هي القمة الرابعة، يعني هذه الآلية الثلاثية التي تجمع مصر والأردن وفلسطين هي القمة الرابعة خلال سنتين. أول قمة كانت في سبتمبر 2021، إذن نحن أمام قمة تقريبا كل 6 شهور، يعني آخر قمة عقدت في يناير. لكن أنا في تقديري هناك متغيرات ودلالات يعني زمنية ومكانية تقول أن هذه القمة قمة مختلفة. نعم. أول شيء أن هذه القمة هي تأتي بعد حوالي أسبوعين أو يعني 15 يوم بالضبط من انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العالمين الجديدة الأمناء العاميين. وفي تقدير أيضا رغم أن حوار الفصائل بدأ منذ عام 2007، لكن أيضا حوار الفصائل الأخير الذي كان في العالمين كان هناك فيه مساحة كبيرة جدا من التوافق. يعني الأول مرة نسمع كل الفصائل الفلسطينية تتحدث عن توافق يزيد عن 90% من القضايا، تتوقف فقط قضيتين، قضية منظمة التحرير الفلسطينية وقضية وقت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. دول الأصعب بالتأكيد الأصعب، لكن حتى لكن حتى التوافق في القضايا الأخرى كان شيء موجود وشيء طيب ويمكن البناء عليه، أو حتى الرغبة في إنهاء الخلاف حتى من حيث المبدأ ده شيء طيب. لا كان في لغة متصالحة، لغة إيجابية، كان الاجتماع أشبه ما يكون إلى يسير في اتجاه واحد، وكان في إحساس بالمخاطر اللي بتحدق بالقضية الفلسطينية. ولأن فعلا أنا في تقدير القضية الفلسطينية في الوقت الحالي بتمر بتحدي خطير جدا، لأن عندنا بالمناسبة لأول مرة منذ 2014، منذ أبريل 2014 لم تجرى أي جولة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعندما تتوقف المفاوضات إسرائيل بتحاول أن تحقق كل أهدافها بعيدا عن أعين العالم. يعني أكيد الاستيطان من 2014 حتى الآن زاد، إحنا عندنا حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، في محاولات لتقطيع أوصال الضفة الغربية بحيث حتى لو في المستقبل كان هناك دولة فلسطينية تكون دولة يعني أوصالها متقطعة، دولة غير متصلة، دولة غير قابلة للحياة. إذن هناك عملية لإجهاض حتى الدولة الفلسطينية، حتى عندما يفرض العالم أو المجتمع الدولي على إسرائيل أن تقبل بقيام دولة فلسطينية. هذا تحدي كبير للغاية. علشان كده البيان بتاع النهاردة فيه جمل أنا في رأيي جمل ذهبية، عندما نتحدث عن أن هناك دعم مصر أردني كامل لكل جهد الرئيس الفلسطيني في الدفاع عن المصالح الفلسطينية. أنا في رأيي هذا دعم كامل وغير مشروط لكل الخطوات اللي تتخذها القيادة الفلسطينية من أجل أولاً طرح القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لديها جدول أعمال ممتلئ في الفترة القادمة، لكن أبرز بند في اعتقادي هو سعيها وتفكيرها في أنها تطرح القضية الفلسطينية على مجلس الأمن. احنا عارفين في ديسمبر 2012 تم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يسمى نون ممبر ستيت، أو يعني دولة مراقب، أو دولة يعني عضوتها الكاملة لم تكتمل. في تصور لدى القيادة الفلسطينية أنها تذهب إلى مجلس الأمن وتطرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومتوقع أن يكون هناك فيتو. في الحالة دي لما يكون هناك فيتو تأخذ القرار وتذهب به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكد أنك سوف تحصل على الأغلبية، لأن غالبية دول العالم بالمناسبة حتى الدول الأوروبية النهاردة في إحصائية بتقول إن في 21 برلمان أوروبي معترفين بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967. إذا كل هذه الاجتماعات، لأن البعض يتصور له نتيجة طول زمن القضية الفلسطينية 7 يعني عقود كاملة هذا الكفاح المتصل، أحيانا يصاب البعض بالإحباط أنه كل هذا المجهود إمتى هتقوم الدولة الفلسطينية. أنا لا، أنا بقول لا، العمل السياسي هو عمل تراكمي، كل يوم انت بتكسب. النهاردة على الساحة الأوروبية مثلا هتكلمنا في 21 برلمان بيعترف بدولة فلسطين، تعال للناس اللي بيستوردوا، المستوردين في أوروبا، غالبية المستوردين في أوروبا بدأ ليهم قناعة الآن أنهم لا يستوردوا بضائع مصنعة في الضفة الغربية، بضائع إسرائيلية مصنعة في الضفة الغربية، ألا يتعامل مع مزروعات
تم زراعتها في الضفة الغربية اللي بعتبرها أرض محتلة وأرض يعني إسرائيل تسرقها أو تأخذها من أصحابها. عندما تشير للضفة الغربية فقط لكي تتضح الصورة تقصد منتجات إسرائيلية أو منتجات مش الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية. طبعا أنا أقصد من إسرائيل يعني هذا التعامل مع إسرائيل منتجات إسرائيلية لا يتعاملوا مع أستاذ جامعة إسرائيلي يعمل في أي مؤسسة أو معهد منشأ على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. هذا الأمر غير مسبوق. ده توجه عام أوروبي؟ توجه عام في أوروبا، ده شيء جيد جدا. النهاردة لما تشوف حتى المدن الأوروبية الكبيرة بتعمل توأمة مع المدن الفلسطينية، واللي كان عندها توأمة مع المدن الإسرائيلية بتحاول تقطعها. يعني أدع الحضرتك على سبيل المثال مدينة مدريد كان عندها توأمة مع تل أبيب تقريبا لمدة 30 سنة. نتيجة للمشاهد الأخيرة اللي بتطلع في السوشيال ميديا عن الظلم الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين واجتياح مخيم جنين، اتخذت مدينة مدريد قرار بفض الشراكة أو فض التوأمة مع المدينة الإسرائيلية. هذا أمر غير مسبوق. الأسبوع الماضي أول مرة في التاريخ القضية الفلسطينية لأول مرة يصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يصف ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية بأنه إرهاب، تحدث عن إرهاب المستوطنين. إذن هذا العمل السياسي اللي بتقوم به القيادة المصرية مع أنا هنا يعني إذا ذنت لي يعني تسع صدرك لابد من بعض الإيضاحات أمام هذه النقاط اللي حضرتك بتضعها بين أيدينا، فقط لأنه ربما يكون في تساؤلات في ذهن من يشاهد حضرتك فيما يتعلق بهذا التوجه العام الأوروبي اللي حضرتك أشرت إليه. ده توجه حكومات وقيادات سياسية قناعات أوروبية حقيقية تريد تدعم الفلسطينيين، ولا دي توجهات شعبية أو بعض التوجهات في المحليات الأوروبية؟ لأنه غني عن البيان أن إسرائيل وجدت ونشأت وترعرعت على يد أوروبا. صحيح. يعني بريطانيا زرعتها في خاصرة العرب خنجرا مسموما. صحيح. فرنسا على سبيل المثال ما كان لهذا الكيان الصهيوني أن يمتلك التقنيات النووية والذرية وسلاح نووي بدون الدعم الفرنسي. صحيح. إلى آخره إلى آخره. صحيح. صحيح. فأوروبا يعني هذا الكيان المحتل هو صنيعة أوروبا في المقام. صحيح. الأول. صحيح. فالأمور الحركة بتشير إليها ديت هل هي قناعات سياسية حقيقية؟ فإذا كانت قناعات سياسية حقيقية أنتم الذين أنشأتموه، بيدكم أن تصلحوا هذا الخطأ، أو بالبلدي الجملة اللي هي في الشارع الدارجة اللي حضر العفريت يصرفه. صحيح. لا وهضيف لسؤال حضرتك كمان يا أستاذ أحمد، هم بيعملوا كده ليه دلوقتي؟ هو أولا أنا قلت إن هو البرلمانات يعني مقصود بها إن هي الشعوب وليس الحكومات، والبرلمانات قدمت توصيات للحكومات الأوروبية. في حكومتين فقط استجابوا واعترفوا بحدود فلسطين أو بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وهما السويد واليونان. يعني الحكومة اليونانية الآن تستخدم في المنشورات الرسمية أو في الأوراق الرسمية دولة فلسطين وليس السلطة الوطنية الفلسطينية. ده مضغ... اللي فعندنا 21 برلمان اعترفوا بدولة فلسطين، لكن اللي استجابوا هما حكومتين. أنا أقصد أن أقول العمل السياسي عمل تراكمي، يعني حتى ال 21 برلمان دول ما كانوش عندنا من فترة، ده شيء مستجد. لكن السؤال الثاني لماذا الآن؟ أنا في تقديري لأن هناك إدراك متزايد بأولا بالظلم الفلسطيني، أن الفلسطين تم ظلمهم خلال السبع سنوات، أن من حق فلسطين أن يكون الفلسطينيين أن يكون لهم دولة، أن حل الدولتين في كل الأدبيات الدولية بما فيها حتى الأمم المتحدة، بما فيها الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة، هي بتقر هذا الأمر. لأن طرح حل الدولتين تم طرحه في مؤتمر أنابولس عام 2007، والرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي بيتحدث عنه ليل نهار. النهاردة في متغير، وليه ده بيحصل على مستوى الشعوب؟ لأن الشعوب في تقديري إدراكها والمعلومات اللي بتوصل لها في الوقت الحالي أكتر مما كان عليه في السابق. يعني مثلا في السابق كانت وسائل الإعلام التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية هي من تنشر المعلومات، وكانت طبعا كلها منحازة لإسرائيل. النهاردة السوشيال ميديا لا بتدي المواطن الأمريكي معلومات إضافية عن هذا المواطن الفلسطيني الوحيد الذي يمارس عليه الاحتلال حتى الآن. طيب مرة أخرى معذرة للمقاطعة، أما وإن احنا وصلنا في النقاش لهذه المسألة ومسألة تغير قناعات أوروبا تجاه وجود هذا الكيان المحتل، احنا لن نبتعد كثيرا عن القمة الثلاثية سنعود إليها لاحقا. لابد أن نحسم سؤال دكتور أيمن على الأقل من حيث قراءة حضرتك للقناعات الأوروبية، هذا الصراع الدائر على أرض فلسطين المحتلة في الأساس صراع سياسي أم صراع ديني؟ لأنه تصنيفه أو تحديده هيوضح لنا كثير من الأمور المرتبطة بدعم بعض القوى للكيان الصهيوني المغتصب
من عدمه. يعني مثلا على سبيل المثال، من ضمن التصعيد الحادث في الفترة الأخيرة باتجاه المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، أنه بعض الصهاينة يعجلون بذبح بعض البقر عزك الله في انتظار نزول المسيح المخلص وإقامة الهيكل المزعوم إلى غير ذلك. فالشاهد هنا أنه هذا الصراع ربما يقف على أرضية دينية في المقام الأول. يعني ربما إسرائيل تحاول أن تسوق هذا الأمر، لكن هل من صالح الفلسطينيين أن يستسلموا لهذه الرواية؟ بالتأكيد لا. يعني أنا في رأيي طرح القضية الفلسطينية يجب أن يكون من منظور سياسي بحت، من منظور الاعتماد على القانون الدولي، على المواثيق الدولية، على الأعراف الدولية، على الأدبيات المتعارف عليها. يعني النهاردة بيان القمة الثلاثية مثلا بيشير لحاجة في غاية الأهمية، بيقول أن السلام هو سلام، هو خيار استراتيجي للدول العربية. بيتحدث عن مبادرة السلام العربية. ماذا قالت مبادرة السلام العربية؟ قالت الأرض مقابل السلام، قالت اللي هو حل الدولتين اللي تم الحديث عنه بعد ذلك، لأن المبادرة العربية طرحت 2002 في، لكن حل الدولتين طرح في أناوس 2007. يعني هو نفس المنهج، نفس المضمون. إذا كان العالم كله متفق على ضرورة أن يكون هناك دولة للفلسطينيين، من الذي يعرقل هذا؟ أنا في رأيي هذه معركة العرب، هذه معركة الفلسطينيين، شرح لكل دول العالم أن من يعرقل هذا الأمر هو إسرائيل. النهاردة مصر لما تحاول مثلا تعمل وحدة ولحمة بين الفصائل الفلسطينية، هي بتحاول تشيل أو تنزع من إسرائيل ورقة بتتزرع بها. دايما إسرائيل في المنتديات الدولية، في الاجتماعات الدولية، بتقول أين هو الشريك الفلسطيني، بتقول بالبلدي كده لو احنا عملنا اتفاق مع رئيس أبو مازن هتيجي حماس بكرة تعترض عليه، لو عملنا اتفاق مع حركة فتح وحماس هتيجي حركة الجهاد والشعبية أو الديمقراطية غدا وترفض هذا الاتفاق. فكرة أن يكون هناك اجتماع للفصائل، وأن تكون هناك رؤية وطنية فلسطينية واحدة، وأن يكون هناك صوت فلسطيني واحد، هذا بداية قطع الطريق على المزايدات الإسرائيلية أنه لا يكون هناك يعني أصوات متعددة في الساحة الفلسطينية. ده جهد مهم جدا. النهاردة لما مصر تعمل آلية جديدة اللي هي آلية ميونخ، احنا بنتكلم لان بالمناسبه مصر تشتغل مع القضيه الفلسطينيه بمجموعه من المسارات وبشكل متوازي وليس بشكل متتالي. احنا النهارده شايفين القمه الثلاثيه، وده الاجتماع الرابع للقمه الثلاثيه. في اليه تانية عندنا اليه ميونخ، او اجتماع ميونخ، ده بيجمع مصر والاردن مع فرنسا والمانيا، دولتين عربيتين، والدولتين التانيين بالبلد كده برضو بيقودوا الاتحاد الاوروبي. تمام. هم قلب الاتحاد الاوروبي وقلب صناعه القرار في اوروبا. النهارده مصر بتعمل مسار ثالث لاعاده اعمار قطاع غزه. لا ننسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 500 مليون دولار لاعاده الاعمار. منذ صدور هذا التصريح حتى الان تحول هذا التصريح او هذا العمل او هذه المبادره الى عمل حقيقي. العمارات والشقق والطرق في قطاع غزة بالفعل أصبحت جاهزة، وهناك فيديوهات وهناك أكثر من تقرير نشر عن هذا الأمر. مصر شايفة أنه إن الساحة إما أن تكون للعنف أو حل القضية بالسلام والمفاوضات، وبالتالي الوصول لمائدة المفاوضات ده هدف استراتيجي بالنسبة لمصر. مصر تعمل كل ده عشان نوصل للمفاوضات. المفاوضات توقفت في أبريل 2014، يعني كلام عن 9 و10 سنوات لا يوجد هناك أي تفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أيام جون كيري عندما كان وزيرا للخارجية. النهاردة هدف مصر أن توصل الطرفين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات. هو أرجوك صحح لي برضو، هو إسرائيل ليست بحاجة للتأكيد على أنه لا يوجد شريك فلسطيني وأن الفلسطينيين منقسمون إلى غير ذلك لكي لا تتفاوض. في زمن أريل شارون كان هكذا يتم الحديث. صحيح. انه لا يوجد شريك فلسطيني. صحيح. رغم انه كانت القياده موجوده وكانت قياده واحده. وكانت قياده واحده، وكان احيانا يتهم القاده الفلسطينيه بالارهاب. صحيح. او صحيح. غير ذلك. لكن انا اللي يعنيني في تحليل حضرتك يعني، وكان بيك تريد القول عنه ليس امام العرب سوى التمسك بما اتفق عليه العالم من اتفاقيات، انه ضروره قيام دولتين. صحيح. املا في انه يتحرك العالم لدعم قضيه العرب. صحيح كده. صحيح. بس الرهان هنا على مجهول، ورهان هو يعني مش قوي. دايما العمل السياسي في تقدير الشخص طبعا، وقد اكون مخطئ، هو عمل يعني تراكمي ويحتاج جهد ويحتاج اصرار ويحتاج انك ترى الهدف وحتى من بعيد وتصر ان تصل اليه. فكره استسلام لادبيات الاخر، فكره استسلام لخطط الاخر، انا ارى في رايي اسرائيل تريد الفلسطينيين ان يحبطوا، تريد للعرب ان يحبطوا، تريد للعالم ان يحبط،
تريد أن العالم يستسلم لأجندتها بأنه يعني لا يمكن أو لا يحق للفلسطينيين كلهم دولة، يكفي فقط أن كل لديهم حكم ذاتي. إسرائيل شايفة أن السلام في المنطقة بين قوسين كده سلام اقتصادي، والفكرة دي بيؤمن بها نتنياهو. فكرة السلام الاقتصادي أن هو يحاول يحسن من حياة الفلسطينيين تحديدا في الضفة الغربية، فبالتالي ينسوا الموضوع السياسي، ينسوا القضية الفلسطينية، ناهيك عن مسألة ينسوا ما يثار عن التهجير والترانسفير ليهم. لكن على الأقل الموجودين احنا ممكن نحسن حياتهم الاقتصادية فينسوا القضية الفلسطينية. اللي بيحصل في الضفة الغربية تحديدا واللي بيحصل في المخيمات زي مخيم جنين، ولما تشوف التجمعات الشبابية الفلسطينية الجديدة زي عرين الأسود ومخيم جنين وغيرها، يتأكد لك أن هذا الفكرة وهي فكرة نتنياهو بالمناسبة هي فكرة فاشلة بامتياز، لأن غالبية اللي بيقوموا بعمليات مقاومة في الضفة الغربية هم شباب صغار السن ما بين 18 إلى 25. إذا فكرة أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية باهتة أو قضية منسية أو قضية ما عليهاش إجماع لدى الفلسطينيين هي فشلت، مسألة صعبة جدا. طيب إذا يعني واجهت حضرتك بالسؤال الأصعب على الهواء وذهبنا للمربع القائل بأنه الزمن تجاوز الأرض مقابل السلام، وعلى العرب أن يبحثوا في خيارات بديلة، السؤال الأصعب، إذا كنت ناصحا للعرب أو من بيده صناعة القرار، ما هي الخيارات التي يمكن أن نتعامل بها مع هذا الكيان المغتصب على هذا النحو؟ هننحي مسألة الأرض مقابل السلام ونبدأ نتعامل معه بمعطيات جديدة، ما الأفكار التي برأيك يمكن البناء عليها لتحقيق يعني أمور إيجابية في القضية الفلسطينية؟ والله في بعض الفلسطينيين بيطرحوا بعض الأفكار التانية، يعني على سبيل المثال إذا كان حل الدولتين غير قائم أو إسرائيل لا تقبل به فلتكن الدولة الواحدة، تكون دولة واحدة فلسطينية، يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين داخل دولة واحدة. هذا الرهان على المستوى المستقبل القريب تحت مسمى دولة فلسطين، يعني المسمى مش متفق عليه حتى الآن، لكن على الأقل بيقول لو عاش الشعبين تحت مسمى دولة واحدة يتم الاتفاق عليها، في المدى القريب سوف تكون الغلبة للفلسطينيين، لأن من الناحية الهجرة الآن في إسرائيل بتعاني من هجرة عكسية، يعني الأول كان المهاجرين الإسرائيليين يأتوا من الخارج ليعيشوا في إسرائيل أملا فيما كان يصور عن دولة إسرائيل أنها دولة ديمقراطية وهي الفردوس المفقود وهي واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. النهاردة أنت بتشوفوا في موضوع الإصلاحات القضائية في إسرائيل خير دليل على أن كل هذا كذبة، أمر غير حقيقي. ده أدى لأن فيه هجرة عكسية، فعدد الإسرائيليين بيقل أو على الأقل النمو اللي بيحصل في إسرائيل ليس بذات النمو اللي كان بيحصل في العقود الماضية في ذات الوقت، واللي كانت الهجرة أحد أسبابه الرئيسية. الهجرة طبعا عدد. الهجرة السبب الوحيد فيه، لأنه هنا لازم نلتفت أنه ارتفاع عدد السكان الفلسطينيين ده ارتفاع طبيعي، النمو والتكاثر وزيادة طبيعية لكن عدد الزيادة في الجانب الفلسطيني هي أكثر بكثير، وبالتالي هناك تقديرات أنه من 5 إلى 10 سنوات سوف يكون الفلسطينيين أغلبية. بالمناسبة إسرائيل تدرك هذا وبالتالي هي لن تقبل بهذا هذا الحل على الإطلاق. لذلك أنا في رأيي الفلسطينيين عليهم أن يتمسكوا بفكرة قيام الدولة الفلسطينية، التمسك بالأرض، التمسك بالقدس، التمسك بالمسجد الأقصى، البقاء على الأرض، دعم العرب الحقيقي للفلسطينيين في تقديري في ظل عدم قبول إسرائيل لفكرة قيام الدولة هو دعم ثبات الفلسطينيين على الأرض، لأن إسرائيل بتراهن على زحزحة الفلسطينيين من الأرض. بالمناسبة الاجتياحات للمخيمات، التنكيل بالفلسطينيين، منع الناس من الذهاب للصلاة يوم الجمعة في القدس أو في المسجد الأقصى، الهدف منه في النهاية هو إجبار هؤلاء على الرحيل من الأراضي الفلسطينية. لكن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم أنا في رأيي هذا لا يحبط الإسرائيليين فقط، لكن على الأقل يشجع الفلسطينيين على البقاء بشكل ثابت على أراضيهم. تاريخيا منذ سنة 1900 وربما حتى قبل 1900 إسرائيل أو من دعموا إسرائيل في مرحلة ما سواء كانت بريطانيا أو غير بريطانيا رهانوا على فكرة مضايقة الفلسطيني حتى يترك أرضه. فكرة دعم الفلسطيني حتى يثبت على أرضه هذا يجب أن يكون خيار لكل الدول العربية والعالم العربي حتى يكون الشعب الفلسطيني سبب. النهاردة في البيان كان في لفتة لهذا الأمر بشكل مهم جدا، وهو تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفاع عن المصالح الفلسطينية، لأن إسرائيل بتعمل ده بالمناسبة مش مع الشعب الفلسطيني حتى مع السلطة الوطنية الفلسطينية. مثلا في عائدات الضرائب، لو عائدات الضرائب السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية مثلا في الغالب بتبقى حوالي 400 مليون دولار، بتقتطع نصفها
تقتطع 70% منها. الهدف منها ان عاوزه تحول السلطه الوطنيه الفلسطينيه الى سلطه عاجزه عن اداء وظيفتها واداء مهامها. النهارده الرئيس ابو مازن تلقى دعم كامل وغير مشروط من مصر ومن الاردن وفي رايي من كل الدول العربيه بضروره القيام بهذا الدور المهم جدا في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني. النهارده اذا كان في هذا الجيل اسرائيل لا تقبل قيام الدوله الفلسطينيه وهي تراهن على رحيل الفلسطينيين، فان تثبيت الفلسطينيين في ارضهم استعدادا لجيل جديد انا في رايي هذا افضل خيار يمكن تقديمه، افضل خيار واقعي في الوقت الحالي يتم العمل به على الارض بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. التثبيت من خلال دعم عربي مالي واقتصادي؟ مالي واقتصادي في المقام الاول، لان بالمناسبه طب ما اسرائيل بيدها صمام المرور او يعني بيدها ستسمح بدخول المساعدات الماليه والاقتصاديه او تمنحها. لكن الدول العربيه عندها ادوات تستطيع، يعني مثلا في صندوق القدس الموجود في جماعه الدول العربيه، بالمناسبه كل الاموال اللي تم يعني تبرع في هذا الصندوق وصلت للسلطه الوطنيه الفلسطينيه ومنها وصلت الى مشروعات للشعب الشعب الفلسطيني. هذه في تقدير قضيه لوجستيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه ناجحه في 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 تطورها، يعني عندك مثلا زي قطاع غزه، يعني الدول العربيه تستطيع من خلال مصر ترسل مساعدات لقطاع غزه، اذا في وسائل يعني جانبيه وسائل اخرى يمكن من خلالها دعم الفلسطيني على الارض، لان بقاء الفلسطيني على الارض انا في تقديري هو ما يحرج او ما يقلق اسرائيل على المدى البعيد، لان النهارده الاسرائيليين كانوا بيراهنوا على طرد كل الفلسطينيين، فوجئوا ان جزء منهم تبقى، فوجئوا ان هذا الجهد هذا الجزء يتمدد ويترعرع وينشئ اجيال متمسكه اكثر بالاراضي الفلسطينيه. النهارده شكل المقاومه بياخد اشكال مختلفه، يعني مش المقاومه المسلحه بس، عندنا المقاومه الشعبيه. المقاومه حتى خارج فلسطين، بالمناسبه فلسطين الشتات اكثر ناس هم سفراء للقضيه الفلسطينيه في الخارج، بالمناسبه عن الفلسطينيين مثلا المشاهير الفلسطينيين على السوشيال ميديا في الولايات المتحده الامريكيه. لك ان تتخيل اثناء عندما تقوم اسرائيل باجتياح الضفه الغربيه او بتهاجم قطاع غزه، لك ان تتخيل تاثير هؤلاء على الراي العام الامريكي. النهارده لما تشوف الحزب الديمقراطي الامريكي في كتله تقدميه، الكتله التقدميه انا في رايي من 70 ل 80% من اعضائها هم مؤيدين بشكل كامل للقضيه الفلسطينيه. الدليل على ايه؟ الدليل على كده حاجات كثيره، يعني مثلا كان في السابق لو في قرار يخص اسرائيل في الكونجرس ما ياخدش 5 دقائق والموافقة عليه تكون بالإجماع أو على الأقل 99%. النهاردة لا، النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخصص أموالا لإسرائيل بيجري النقاش، هل الأموال دي هتعود على الولايات المتحدة الأمريكية بإيه؟ إيه فايدة هذه الأموال على الأمن القومي الأمريكي؟ بيحدث نقاش. التصويت في النهاية، وأنا عملت تحليل لآخر 10 قرارات في الكونجرس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لقيت ما فيش ولا تصويت زاد عن 70%. ده مؤشر مهم جدا. عزيز. الاول كان 100% وبقول له ساعات في 5 دقائق، النهارده لا، في نقاش. في كتب الناس المطلعين على الجهد الثقافي والنشر في الولايات المتحده الامريكيه، في اكثر من 100 كتاب بيصدر سنويا في الولايات المتحده الامريكيه يتحدثون ان قضيه اسرائيل ليست قضيتهم. لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل؟ أليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أن تكون علاقتها مع 22 دولة عربية مقابل دولة واحدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل؟ هذه أصوات مهمة، مش هي الأكبر، مش هي الأقوى، لكن أنا في تقديري هي بداية يمكن البناء عليها. طيب فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين اقتصاديا وماليا، هل العرب سواء في هذا الأمر؟ لأنه ربما البعض يرى أنه العرب ليسوا على قلب رجل واحد في كثير من قضاياهم، وربما يعني في القضية الفلسطينية تتباين الرؤى بشكل أو بآخر، خاصة مع موجة التطبيع التي أو رياح التطبيع التي هبت فجأة على العالم العربي. أنا في تقدير أكثر مساحة مشتركة في كافة الملفات وفي كافة القضايا بين الدول العربية هي القضية الفلسطينية. يعني النهاردة عندما نتحدث مثلا عندما حاولت إسرائيل أن تمحو يعني قرية في الضفة الغربية، غالبية الدول العربية قدمت دعم ومساعدات لهذه القرية. النهاردة مؤسسة مثل مؤسسة الأونروا، لو حضرتك شفت الداعمين لمؤسسة الأونروا على موقع الأونروا على الإنترنت هتلاقي 22 دولة عربية بلا استثناء مقدمين دعم
لمؤسسة الأونروا. بالعكس أنا شايف أن دعم الفلسطينيين ماديا في توافق كبير. هناك منذ قمة بغداد القمة العربية في بغداد تم إقرار ما يسمى شبكة الأمان المالية العربية. شبكة الأمان المالية العربية بتقدم تقريبا سنويا للسلطة الوطنية الفلسطينية حوالي 100 مليون دولار شهريا 100 مليون دولار شهريا. السلطة الوطنية الفلسطينية لم تشكو أبدا أن حد تأخر في دفع هذه الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ قمة بغداد. عزيز. بالعكس لما يكون إسرائيل تقتطع أموال من أموال الضرائب الدول العربية طيب يعني أنت هنا حضرتك مطمئن لفكرة الدعم المالي والاقتصادي إن شاء الله لن تتأثر سلبا؟ لا، وحتى المساحة المشتركة يعني حتى الدول التي طبعت حديثا مع إسرائيل أنا في تقديري شعوبها وقيادتها ما زالت ملتزمة بشكل كبير جدا. أولا بحل الدولتين، ما فيش دولة عربية أو حتى غير عربية لا تتحدث عن حل الدولتين. فكرة دعم المواطن الفلسطيني على الأرض وخصوصا ما جرى في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، أنا في رأيي حتى الدول اللي طبعت مع إسرائيل قدمت مساعدات لقرية حوارة في الضفة الغربية. طيب في المقابل، لأن الوقت يمضي سريعا مع حضرتك، في المقابل هل الفلسطينيون مطالبون بخطوات جدية تتماشى مع التعقيدات الحديثة على الساحة سواء في الداخل الفلسطيني أو حتى على الساحة العالمية؟ أمور يعني مسألة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وتوحيد وجهات النظر، ودي كلها أمور سهلة أمام ما يطالبه البعض بمسألة إصلاح جوهري للحال السياسي الفلسطيني، المؤسسات الفلسطينية. يعني هناك انتقادات توجه حتى المنظمة التحرير الفلسطينية بأنها بين قوسين شاخت، تجمدت أطرافها وأوصالها، بحاجة لإعادة تغيير في طريقة عملها، القوانين المنظمة إلى غير ذلك. صحيح. الفلسطينيين يعني أجيال ظهرت وكبرت ولم تشهد انتخابات، الرئيس صحيح. الفلسطيني منذ عام 2005 أعتقد 2005، ونفس القصة في قطاع غزة منذ أن استولت حركة حماس على صحيح. على سلطة في قطاع غزة. صحيح. يعني لابد من حراك ما في الحياة السياسية الفلسطينية يتخطى حدود المصالحة والاتفاق على وجهة نظر واحدة. صحيح. إلى غير ذلك، يعني مسألة المصالحة دي يعتبر أبسط شيء. صحيح. لكن قبل النقطة دي أحب أتكلم في حاجة صغيرة أستاذ أحمد، فكرة الهندسة الجديدة التي يمر بها إقليم الشرق الأوسط. نحن لأول مرة منذ حوالي 40 سنة نشهد هندسة جديدة. هذه الهندسة تقوم على فكرة المصالحات، على فكرة المساحات المشتركة، على فكرة تصفير المشاكل اللي كانت موجودة، مشاكل تاريخية موجودة. احنا شفنا مثلا في 25 مارس اللي فات اتفاق ما بين ايران والمملكة العربية السعودية، احنا شايفين في دفء في العلاقة بين تركيا والدول العربية. هذه الامور ما كانتش موجودة من قبل. هذه هندسة جديدة وظروف جديدة يمكن ايضا البناء عليها. لكن فيما يتعلق بسؤال حضرتك، طب قبل السؤال ما يتعلق بالهندسة، هل ممكن الرهان على قوة جديدة زي الصين؟ ممكن بالمناسبه، يعني ممكن بالمناسبه تكون مقابل لامريكا والغرب. بالمناسبه الان من يطالب ان تكون كل الصين دور في عمليه السلام ليس الفلسطينيين بالمناسبه، انا احدهم، حتى نتنياهو. يعني نتنياهو عندما رفض الرئيس جو بايدن استدعائه او يعني استضافته في البيت الابيض اعلن انه سوف يذهب الى الصين يعني يناقش معها القضيه الفلسطينيه والوضع في الشرق الاوسط، وده جعلنا نتحسس الخريطه الفلسطينيه من لكن جديد. لكن هذا يعطي نوع من المقبوليه، هذا يؤكد ان الصين اصبحت يعني وجه مقبول في حل القضايا في المنطقه ربما. يعني بس يعني كل نتنياهو يذهب الى هذا المدى يعني شيء يقلق البعض اكيد. لكن خلينا في الداخل الفلسطيني. في الداخل انا في رايي لا يوجد شيء بمنتهى الصراحة أستاذ أحمد في الداخل الفلسطيني يعني ينفع يكون عليه تكالب. يعني لا يوجد شيء، إحنا شعب تحت الاحتلال، الشعب الفلسطيني شعب تحت الاحتلال بكل معنى الاحتلال. بالعكس ده بالمعنى الاحتلال الكلاسيكي القديم القميء القاسي في اللي فيه كل المواصفات السيئة، وبالتالي على أي شيء يتصارع الفلسطينيين. أنا في رأيي ليس أمام الفلسطينيين إلا خيار واحد، هو خيار أن يتوحدوا وانه يكونوا في خندق واحد. فكره اصلاح منظمه التحرير الفلسطينيه انا في رايي ده خيار واجب، اتفق مع حضرتك تماما، ما فيش اي تغيير ولا تعديل في القيادات منذ فتره طويله. المجلس التشريعي اللي في السيطره عليه حماس صدر قرار بحقه منذ عام 2018 من المحكمه الدستوريه العليا الفلسطينيه بحله، وما زالت حماس متمسكه به. في كمان حاجه اسمها المجلس الوطني الفلسطيني، وده اللي بيمثل او يتمثل فيه الفلسطينيين في الداخل والخارج، قياداته وعناصره وأعضائه جزء حتى كبير منهم توفى ولم يتم تجديد مكانهم.
هذه الحالة الفلسطينية أنا في رأيي هي من تغري إسرائيل بالتنمر على الفلسطينيين، هي من تغري إسرائيل بمحاولة الاستحواذ والبقاء على ما هي عليه. لكن عندما يتحرك الفلسطيني للأمام برؤية واحدة وبورقة واحدة وبسمو سياسي وبسمو فوق الخلافات الشخصية والحزبية والفصائلية، أنا في رأيي ممكن يحققوا نتائج. وعندنا نموذج لده، لأن التنظيمات الجديدة اللي في الضفة الغربية هي عابرة للفصائلية. ما تقدرش تقول ان هذا المقاوم ينتمي لحماس او لفتح او الجهاد او غيرها، ما فيش حد يقدر يقول كده. هذا النموذج اللي بيقدمه الشباب الفلسطيني انا في رأيي على الكبار ان يتعلموا منه. عظيم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور، دائما نسعد بوجودك معنا، وان شاء الله يجمعنا بحركة لقاءات اخرى دائما على كل خير. دكتور ايمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. شكرا صباح، شكرا جزيلا. الشكر يبقى موصولا لحضراتكم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا على شاشة قناة النيل الأخبار حيث تستمر معكم التغطيات الإخبارية. إلى اللقاء.